وهل يوجد دعاء يقوله المسلم إذا أراد النوم؟ روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وأمر أن يقول المضطجع: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأمر أن يقال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وأخرج البخاري حديث الشيطان الذي كان يسرق الزكاة التي كان يحرسها أبو هريرة، وأنه علمه كلاما يحرسه من الشيطان، فعرضه أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره وقال: صدقك وهو كذوب. وهذا كلام الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فلن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. وروى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم عن الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من أول آمن الرسول قال: من قرأ بهما في ليلة كفتاه، أي حفظتاه من الآفات، أو كفتاه عن قيام الليل. والله أعلم.